جيل من كل بلد في الوطن العربي، جيل لإكس فاكتر. 3 شباب من مصر، الأسمر الهادئ من ليبيا، ماي ليتل ستار المغوار اللي بقعي. من صغره بيحب النجومية وبيعشق الغنى. من وأنا صغيرة في عمر 7 سنين، من وأنا صغيرة كنت في بيت كلهم بيحبوا المزيكا. اتحدى الناس وصدق في موهبته عشان يكون هنا معاهم. أريد أصير ستار، أريد أصير نجم، عشان كده قدمت في إكس فاكتر. أصعب لحظات وهو بيستنى تصويتكم ليه. صوتك في اللحظة هيك ما تسمع اسمك مروة أحمد، ولسه مكمل المشوار كله إصرار. مدرس جميل جدا قال لي أيمن أنت فاشل، ما بتعملش أي حاجة في حياتك ومش هتنجح في حياتك، والله أنا في الإكس فاكتر دلوقتي. استنونا يوم الخميس مع أقوى منافسة بين المواهب الغنائية، ويوم الجمعة مع النجمة أنغام في إكس فاكتر.